Az, Qori, finalis cabang tilawah golongan dewasa dengan nomor peserta TQ448 akan membaca surah An-Naml dimulai dari ayat 59 dan seterusnya halaman 382 dengan komposisi lagu Bayati Soba Nahawan dan Hijaz. Disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. عدلوا
جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي أإله مع تعالى الله عما يشركون أم ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض
الصادقين قل صدق الله العظيم.